السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة. هذا الجزء الثاني، الفيديو الماضي الجزء الأول عن الماب هذا. كنا عم نجرب ثلاث مودات. جربت مود وما عجبني، وهلا راح نشوف مثل ما لكم شايفين مراجعة سريعة للمود الأول. هلا راح نجرب المودين اللي ضلوا معنا، اللي هو واحد رش سماد والثاني يحط بذور للماكينة الذور شمس والذرة. راح نجرب هذا الاشي ونجربهم على الأرض رقم 10، وإن شاء الله راح ينزل فيديو ثالث اللي هو راح تكون تكميلي بس، ولكن راح يكون فيديو سريع، مو بكرة بعد بكرة راح ينزل عليكم. تمام. طبعا خلال هاي الأيام كلها راح تشوفوا في استبيان موجود في نهاية الفيديو. بعد ما تخلصوا بتروحوا على المنتدى، في عندكم استبيان بتعبون يعني، بس هيك عجبكم الماب ولا ما عجبكم الماب، بس اعطوني رأيكم فيه، بنكمل فيه ولا ما نكمل فيه، لأنك طرقه كتير كتير صعبة. بس مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، ما تنسونا من اللايك والاشتراك. باي باي. راح اشتري، روح ارجع مرة تانية على الشوب. ايش راح اشتري؟ ايش راح اشتري؟ ايش راح اشتري؟ هذا عم يشتغل بس هو خط كامل. الله انك فحل يا معلم. يعني هو شوف عملنا هسه داخلين جديد بالمود هذا، والله شغله كتير ذهب. تعرفوا ليش؟ لان ماكينته شوي صغيره، ما هي مثل هذيك كتير كبيره. طيب هلا الماكينه مشان ايش كانت؟ كمان نسيت. بتخلط الاكل، تذكرت. طب خلينا نروح على الماكينه الثانيه بنجربها، بنشوف اللي هي هاي، من ناخذها معنا ونجربها. بس طبعا هاي شقد كان عرضها؟ انا نسيت، ثواني اتاكد شقد كان عرضها. هاي 5.5 متر. المشكله اذا اخذنا هذيك معها راح تكون 6 متر. طيب طبعا كل حال راح اخذها معها. تعرفوا ليش؟ لانه الارض هنيك محتاجه حرث. بس خلينا نشتري تراكتور. هو شقد بده التراكتور يكون؟ 88. يعني 100 تراكتور صغير. بس خلينا ناخذ هذا التراكتور، نفس الموجود، او خلينا ناخذ هذا برتقالي، ايش رايكم فيه؟ وهذا الابيض ابيض. تمام اتس اوكي مان. هلا بس ناخذها، بس نسينا ناخذ السماد. نشتري سماد مره ثانيه. بدنا نشتري سماد مره ثانيه. هلا ايوه. طب خلينا نعبي لها شوية سماد. هاي ايوه، هاي ما هي متصلة، منفصلة. ما بدي انا منفصلة يا روحي، منفصلة ما هي كويسة والله يا معلم، المنفصلة ما هي كويسة. ليش كذب؟ هلا شوفوا لو انها متصلة اوكي ممتازة، بس عملها منفصلة ما بحبذها صراحة، لعدة اسباب. لانه شوفوا شلون كل شوي بيطلع يمين بيطلع شمال. طيب خلينا نروح نتيسر. طيب خلينا نروح بطريق تاني مختلف عن اللي رحت له قبل شوي. خلينا نروح من عند رقم 14 ننزل عليها، افضل اشي. طبعا بنجرب هاي الماكينة، عجبتنا عجبتنا، ما عجبتنا نحذف الماكينة ونحذف المودات ونحذف كل اشي، واعتبروني انا ما عملت اي اشي. طيب بس ماكينة السماد بنجربها ونشوف. ماكينة رش السماد عرفتوها؟ اللي قبل شوي شفتها هيك التراكتور، بس اتوقع هذيك تتركها، هذيك تتركها كويسة هذيك يعني. بس هلا بناخذها بنجربها يعني، بنسوي لها تجربة، بناخذها نشوف النبل كيف، في حدا بده يعقد سماد بنروح بنسوي لها اياها. صراحة يعني شوف هي عملها منفصلة، انا هي الوحيدة اللي ما عجبتني فيها. بس لو انها متصلة اتس اوكي مان، يعني متصلة وتمشي معك يعني، متصلة بتكون لما تكون هيك ملزوقة فيها بتركب شغلة تانية معها بكل سهولة بتتحكم. أما هيك منفصلة شوي سيئة صراحة، فهذا الشيء ما حبيته. طيب بنروح هلا بنبحث ونجرب ونشوف شو عم بينط. هلا لو انها متصلة كان التراكتور كله نط، طبعا التراكتور جدا قوي يعني. بس الوتش. هلا من هون نطلع اليمين لازم.
هاي بكره بنفحص طرق ولا لا تعبان. انا اللي بدي اعرفه الشيء الوحيد اللي بدي افهمه، ليش عجبكم هذا المود؟ شو عجبكم بهذا المود؟ طلعوا شلون هيك طرقاته. شلون نروح على الارض رقم 10؟ لازم نلف. لا حلو، حاطين موقف كمان، نايس والله. المزارعين مخدم حاطينهم متاخدين كمان، يا عيني اذا مر من الجسر. لا منيح مر زمانه، خليني اطلع اختصاره كله ويلك سمعني كلامه، بس ما تخلي مي والطريق مسكر. طبعا تعالوا 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 افرجيكم شغله، طب بالك لا انا ماني مشتريها. طب خلينا نروح اشتريها. هي لازم تكون هون، لازم تقع، لازم تكون، لا مو هاي هون. هاي شوفوا، في هاي وفي هاي. انا احسن خلينا نبلش اول شيء نشتغل هيك بشكل افقي. طب بالك معلم، هاي نرجع شوي لورا كمان. ايوه هيك. طبعا رح نزرع بليلة، طبعا هو نحط البليلة لحاله، انا ما حددته بس اتس اوكي مان. يعني والله الماكينة شوفوا شغالة بشكل جميل جدا، بس رح اتركها، رح احصد ازرع الارض فيها وما رح احذف المود يعني هلا. بس خلص بنروح يعني، لانه هي 6 امتار ونص، 6 امتار هذه 5 امتار ونص، فشايفين هالنص متر اللي موجودة هون من الطرف طالعة، هاي بدها تضل رايحة يعني. هلا بدك تلاقي الارض خطوط خطوط تصير، بس نجربها نشوف شكلها شلون رح تطلع يعني. اتوقع رح تطلع جميل صراحة. طيب هلا بنروح على الشوب نشتري اخر ماكينة اللي نزلنا مودها اليوم، اللي هي لازم تكون هون. وينها؟ معناته لازم تكون بالمراكب. وين لازم نلاقيها؟ هون. اتوقع هون. ليكها تماما. حلو، تاخذ 18 متر عرضها، هون 27 متر، هون 18 متر. شو قد السعر؟ 38. شوف هاي سعرها 38000، ممتاز مقابل هي 195000. هون في عندك بتغطي 4800 و 5000، نفس الشيء تقريبا. هون بتغطي 18 متر، هون 27 متر، يعني تقريبا الفرق 9 امتار. 9 امتار الفرق، بس مو كتير يعني. بس هون بترش السماد. بترش، لا هي هي بتحط السماد، البودره والسائل والمبيد الحشري. هون بس تاخذ السوائل، فخلينا نشتري وحده. طبعا نشوف اذا بنقدر نعدل عليها شيء شوي. ما عرفت شوي. نمبر 1 2 3 ايش اتوقع انه هذا رقم احط عليها. هي انه بقدر ارقمها. جميل. طيب حاول، خلينا نبلش باربعه. بس ليش يعني يمين بس يعني؟ طيب خلينا نتيسر نروح نجي عليه تجاربنا. طبعا بس نسوي عليه شوية تجارب وبعدين ننهي الفيديو حوج، تمام؟ ما تكون مطولنا عليكم. فرجيني غرفته من جوا شلون؟ حلو هالتراكتور، شلون طالع شكله؟ يعني جميل. افتح لنا شواربك معلم. شوفوا شلون فتح شواربه. سكر قبل ما تضرب هذا. طبعا غماز ما في. والله شكله هذا الوحيد المود اللي بنحكى عنه. تراكتور بس هيك على ميتور وراديتور وخزان مي وبس. هذا شغل المزارعين نظامي، في على مبدا شم ولا تدوب. مو تراكتور، تراكتور حربي، تراكتور يعني ها شوي شوي. ما
فهمت علي؟ شوي شوي. طبعا السرعة القصوى 40، أكثر من 40 ما يمشي. جميل. غماز ما في. ساعات شلون ما كان محطوطة. يعني أحلى شيء هذا. ورجيني الكتابة، الكتابة من جوا ما تبين. حلو، هاي في هون غلط برمجي. الكتابة بس تبين من برا. أيوة في مطر جاينا، الله يسترنا. اللي بيفهم ايش معنات هاي الكلمات المكتوبة فوق 18 و16 و early spinner، يعني ايش الربع او منطقة الربيع spinner، يا ريت تكتب لي تحت بالتعليقات، يعني انه اللعبة في لها سنوات، انه انت تتحول من الفصول، ما بعرف. طب نروح على الارض رقم 8 مو؟ يب، الارض رقم 8. شوفوا الطرقات فيها، شبكة الطرقات جدا زي صراحة، يعني ما في خط دائري اول، ما في شيء اساسا. ندخل من هون، بعدين على اليمين. ايوه وقف. ايوه حلو. شوف اذا عم بسمت الارض ولا ما عم بسمتها، ما بعرف، بس يمكن ما عم بسمتها. بس ليش هيك لونها زرقاء؟ اول مرة اشوف هيك شيء. هي بالعادة بيعطيني افكت عليها انه صارت الارض هيك غامقة، ليش هي ما في شيء ابدا؟ وين ايش اقول هذا؟ شكله العامل ما بيشتغل معلم، في مشكلة معناته بالارض. العامل بده حرس. نيد بلوينز. بده محراس كبير. خلنا هوا. بقولكم بيطلع المحصول ولا ما بيطلع؟ ما بعرف. بس خلينا ضل واقف هاي هون. فيها فريز 33% هون. هون محل ما حطينا. هون كله على الفاضي راح. يا الله كله على الفاضي راح. اي والله كله على الفاضي راح. طيب وبس بيكون وصلنا نهاية الفيديو. جربنا ثلاث ماكينات جدد صراحة. هلا الماكينة الثالثة ممكن تطلع ممتازة، بس الماكينتين الاولى طلعوا كثير جربانات. بالفيديو الجاي اكيد راح اشيلهم. بس يكون هون وصلنا نهاية الفيديو. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.